ناوي موفد بي بي سي. عصام اهلا بك، دعنا نبدا بموضوع او نقطه حاله الطوارئ هذه وكيف يبدو الشارع التركي في اصدائها. محمد، الشارع التركي هنا في اسطنبول الامور هادئه وتسير بشكل طبيعي، يعني لا يوجد اي مظاهر لوجود اي وضع غير طبيعي، مثلا لا توجد حواجز او سيارات عسكريه في الشوارع او اي اشياء من هذا القبيل. لكن اعلان حاله الطوارئ بالامس من الواضح انه ياتي في سياق ما تقول السلطات التركيه انه حمله متواصله ضد اعضاء ما يسمى بالكيان الموازي. كان هناك خلال الايام الماضيه حمله اعتقالات كبيره شملت مدنيين وعسكريين وموظفين في اجهزه الدوله، بالاضافه الى اقاله عدد كبير من الموظفين او تعليق اعمالهم حتى التحقيق معهم. ايضا هناك كان عدد كبير من القضاة والمدعين العامين من ضمن الذين سواء ألقي القبض عليهم ام علقوا من وظائفهم او يعني طلب منهم البقاء في بيوتهم الى شهر اخر. اذا نحن في هذه الاجواء، اجواء كما قال الرئيس اردوغان ورئيس وزرائه اليوم، هناك مخاوف من وقوع انقلاب. السلطات الأمن التركية تقول أن هناك عدد من العسكريين والمدنيين الفارين والذين تورطوا في الانقلاب الأخير الأسبوع الماضي وأنها تبحث عنهم. هذا يقودنا إلى النقطة الثانية، هل هذا هو السبب الذي أعطوه عصام للحديث عن أن احتمالية حدوث انقلاب ثاني موجودة، فقط فكرة البحث عن هؤلاء الفارين أم أعطوا أسباب أخرى؟ لم يكشفوا الكثير من الأسباب، ولكن الرئيس أردوغان قال أكثر من مرة أن هناك مخاوف على تركيا وأن هناك مؤامرة كبيرة يجب أيضا أن نراها في سياق عدد الاعتقالات، أكثر من 10,000 شخص تم احتجازهم حتى الآن، بالإضافة إلى حوالي 40,000 شخص آخر إما سرحوا أو علقت وظائفهم في هذه المرحلة. إذن نحن نتحدث عن عملية كبيرة متواصلة. هذا هو الجو بشكل عام محمد. شكرا جزيلا عصام عكرماوي، مفد بي بي سي، حدثنا من إسطنبول.